أهلا بكم. واهم حالم يعتاش على الظن ولا يدرك أن بعضه إثم، من كان يتصور للحظة، لوهلة، لرفة عين بأن الموت والاستسلام والتراجع والهزيمة هو مصير المقاومة، فهي فكر وعقيدة وثقافة ومبدأ وكلمة حق ستبقى خالدة بوجه كل الطغاة والمستعمرين. اغتالوا القادة، فجروا السادة، لا تتركوا مجاهدا في سبيل الله خارج بنك الأهداف، فهم خلقوا للشهادة ولكن تحتها ألف خط أحمر. لا تتخيلوا أن وجع الضربات وألم الانكسارات سيهدأ في حيفا وتل أبيب، كل هدف في مرمى المقاومة سيحرق وكل ثأر في ذمة قادتها سيؤخذ. أما أراضي الاحتلال فلا مصير أمامهم إلا التفكك، صهاينة يرتجفون في النهار ويقبعون في الأنفاق ليلا ويهاجرون وينزحون ويلعنون اليوم الذي قرروا فيه السكن في هذه المناطق. أما نتنياهو فهو في مسار الانهيار، سخط شعبي داخل الكيان وضربات قاصمة من كل مكان، وملف الأسرى ما زال معلقا لغاية الآن، وغزة بعيدة المنال. وفي لبنان عجز تام أمام الاجتياح البري، فعن أي نصر يتحدث المعتوه إلا إذا كان يتحدث عن كسب مواقف ومشاعر وخواطر بعض الأعراب؟ فهنا يجب أن نحترم علاقة الخيانة بالتطبيع ولا نلوم الطرفين على مستوى الدناءة، فكلاهما متهم في سفك دماء الأبرياء. أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن ملامح انهيار الكيان الصهيوني والتفكك الداخلي بعد حادثة اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار. نناقش بهذه المحاور مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ حسين الطائي. مرحبا بحضرتك أستاذ حسين. حياكم الله، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وأيضا من طهران أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الأستاذ حسين ريبران. أستاذ حسين مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا بجنابك أستاذ حسين. أبدأ مع حضرتك، أسألك عن السيناريو الذي سيحدث داخل الكيان الصهيوني من جهة وفي محور غزة من جهة أخرى بعد حادثة اغتيال الشهيد السنوار، تفضل. يعني حقيقة اليوم مثل ما نشوف كانت أهم التصريحات والكلمة للسيد، لحد هذه اللحظة هو لم يحسم منصبه، هل سوف يكون خليفة ليحيى السنوار أم لا، السيد خليل الحية. نعم. الكلمة التي كانت تمثل حركة حماس كان لفت انتباهي، وهذه قراءة وتحليل لكلمة التي وصفها وقال سوف لن تنتهي الحرب بعد يحيى السنوار، أي يعني وصف محور المقاومة والحركة الإسلامية في غزة هم حركات ذات عقيدة لن تتوقف على شخص واحد، وقال نصا لن تنتهي الحرب
إلا بعد وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للقوات آلة الحرب الصهيونية من غزة، انسحاب كامل وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون، وبعد ذلك سوف يكون لنا حديث، أي يعني هنالك مستجدات سوف تكون في الأسابيع القادمة على من الناحية الميدانية والعسكرية. اليوم الأشكال اللي موجود في داخل الصهيوني، قراءة سريعة من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن خلال القيادات السياسية اللي موجودة، هم وصفوا مقتل، هنا جزئية مهمة، يحيى السنوار بالمفردات السياسية هو لم يغتيل، لم يكن اغتيال ليحيى السنوار، هو قتل أثناء معركة. فهم من خلال وصفهم ومعتقداتهم أنه بعد السنوار سوف تكون هنالك تطورات من جانب الكيان الصهيوني، من بينها هو لا يخفى على الجميع هو كل شيء كان زمام الأمور بيده من ناحية ملف الأسرى الصهاينة، وهو العقل المدبر والمنفذ والمخطط لعملية طوفان الأقصى. هم واهمون ويعتقدون أن الحركة تتوقف على شخص يحيى السنوار، فاليوم بعد استشهاد يحيى السنوار كلمة واضحة وصريحة أنهم سوف يمضون قدما بعملياتهم العسكرية، أي أقصد أنه قسام حركة حماس، أي يعني اليوم بعد يحيى السنوار لن تنتهي الحرب وهنالك تصعيد أكبر وأكثر. أنا من خلال قراءتنا يعني اليوم من في الميدان والعمليات العسكرية اللي موجودة سوف يكون تطور نوعي من الناحية القتالية لحركة حماس. حماس لحد هذه اللحظة في جعبتها الكثير موجودة نوعا ما. سياسيا هذه اليومين أو ثلاثة أيام سوف يكون هنالك خلل بالتوازن، لملمة الأوراق، ولكن من الناحية العسكرية سوف يكون هنالك تصعيد أكبر وأقوى، لأن في كفة التوازن لا يخفى على الجميع أنه آلة الحرب الصهيونية هي آلة متطورة بحكم لها داعمين من على الوجه الأساس أمريكا وبريطانيا. حركة حماس هي مقاومة معتمدة على السلاح الذاتي، التصنيع الذاتي، وتمويلها ودعمها من قبل الجمهورية الإسلامية إيران ومن بعض محور المقاومة اللي موجودة. سوف يكون هنالك رد عسكري سوف يكون من حماس، وسوف يكون هنالك تصعيد في الأسابيع القادمة. اليوم حتى لا نطيل وتكون صورتنا أوضح للمشاهد، الشيء المهم أن ما كان يرسمون له وأوهم الناس به الصهاينة أنه هو صورة النصر اللي موجودة بعد ما وثقوا كيفية أنه كيف استشهد السنوار، نعم، والصور التي نشرت والتي وثقت عبر وسائل الإعلام، بكل صراحة السنوار فند نظرية المخابرات الصهيونية وكيفية التعامل معهم، حيث ظهر وهو ملقى على الأرض في جعبته العسكرية وخرج، كان أيضا يعتقدون أنه تحت الأنفاق ومحاط بأسرى الصهاينة كدروع بشرية ويتنقل بدروع بشرية بين المدنيين الفلسطينيين، لكن أثبت عكس ذلك، فند نظرية المخابرات وهذه الهالة الإعلامية الكبيرة أن المخابرات الإسرائيلية الصهيونية تعمل وتراقب أكثر من عام ونيف تحركات السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى. بكل صراحة رغم جراحة في لحظات الأخيرة، نعم، أيضا محاولة لإسقاط الطائرة المسيرة بواسطة العصا أيضا تناولتها الصحف الإسرائيلية بشكل أذهل. أنا من وجهة نظري وقراءتنا سياسيا هم أخطأوا عندما نشروا هذه الصور وهذه المقاطع الفيديو التي هي سوف تبقى عالقة بأذهان العالم إلى أبد الآبدين. حتى الرمق الأخير وهو ينزف، فهذه كانت هي مواصفات القائد. حركة حماس وما شابهها من حركات فصائل مقاومة إسلامية، حركات عقائدية ذات فكر، أيديولوجيات عقائدية، من الصعب أن تتوقف على شخص واحد. ذهب السنوار، المعركة لم تنتهي لحد هذه اللحظة. جيد، هناك قلق اليوم داخل الكيان الصهيوني خاصة من قبل ذوي الأسرى بعد اغتيال أو استشهاد يحيى السنوار. أهالي الأسرى قلقون جدا حول مصير الأسرى ويرون أن هذا الملف أصبح صعب جدا، ما قراءتك لهذا الموضوع وهذا الملف؟ نعم،
الداخل الإسرائيلي، المجتمع الشعبي الإسرائيلي الصهيوني هو في حالة تذمر لا يخفى على أحد، حيث أن الأنظار متوجهة إلى المعارضة الإسرائيلية. زعيم المعارضة الإسرائيلية الصهيونية يائر لابيد وصف بخطاب له قبل أسبوع أو أكثر، يجب على نتنياهو أن يرحل، وأن إسرائيل تعرضت للإهانة. ملف الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، هو يريد وخطط ووجه من خلال عملياته العسكرية واعتداءاته على لبنان وعلى فلسطين، هو أخذ القرار بإنهاء وجود من لبنان، بإنهاء وجود حزب الله وإنهاء حركة حماس نهائيا بتصفية أبرز قياداتها. لا يخفى على أحد اليوم الداخل الإسرائيلي في حالة توتر وفي حالة تذمر. اليوم الملف أخذ أكثر من عام ونيف، يعني هو وعدهم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر سوف يعودون إلى أحضانهم. إن ثبت ذلك فهو يعني اليوم هناك جزئية يعني نود أن نوضح أن ننوه لها. آلة الحرب العسكرية للكيان الصهيوني هي استنزفت، ودليل على كلامنا نعم. الكيان الصهيوني طلب من الولايات المتحدة بدعمه عسكريا، وشفنا بالأيام اللي راحت تزويدها بمنظومة ثاد، المنظومة الدفاع الجوي، الردع الصواريخ اللي موجودة. آلة الحرب الإسرائيلية اليوم تستنزف كل يوم تقريبا كل يوم 400 مليون دولار. الاقتصاد الكيان الصهيوني في حالة انهيار بأي لحظة، البوابة الوحيدة بعد غلق مضيق باب المندب من خلال المقاومة في من قبل الحوثيين في اليمن، المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني هو عبر تركيا. اليوم هنالك هجرة عكسية للمستوطنين، هجرة عكسية خارج إسرائيل، وأن يذهبوا بدون عودة. شمال فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني هنالك مدينة أشباح، 80,000 عائلة هجرت، تركوا منازلهم بسبب ضربات المقاومة من قبل حزب الله في لبنان. وهنالك عفوا أنا حتى لا أطيل، هنالك حتى وجهت رسائل من خلال التظاهرات لحدها اليوم في تل أبيب من قبل المواطنين، قالوا حتى وأن انتهت الحرب فسوف لن نعود إلى شمال فلسطين المحتلة إلى منازلنا. هذا مهم جدا. أستاذ حسين رحب حضرتك مرة أخرى، أسألك كيف تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقضية اغتيال السنوار في غزة، وأيضا أسألك ما هو تأثير هذه الحادثة على محور المقاومة بالمنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا دعني أرسم صورة لما يحدث الآن. يعني في حزب الله هناك تعميم في المقاومة أن كل قائد يجب أن يحدد 12 شخص، فيما إذا استشهد الأول من يكون الثاني ومن يكون الثالث ومن يكون الرابع ومن يكون إلى 12. وهذا يعكس أن المقاومة هي مشروع استشهادي، والشهادة مطروحة، ومن هنا يعني هذه الاحتمالات تدرس وتعلن في كل وحدة من وحدات المقاومة وكذلك في غزة. في حين أن الكيان الصهيوني يعني جاء بالمستوطنين من كل حدب وصوت على ومن كل حدب وصوب على قاعدة أن هناك أرض العسل واللبن، أي مجتمع رفاه، وهذا هو تقريبا الفارق الأساسي بين هذه الجبهة وتلك. موضوع أولا استشهاد السنوار وليس جديد، يعني الشيخ أحمد ياسين المؤسس استشهد، أنه الرنتيسي استشهد، أنه الدكتور إسماعيل هني استشهد، وكذلك يحيى السنوار. يعني هذا الاستشهاد هو دلالة ليس على تراجع، لا، دلالة على الالتحام، أن هؤلاء في الميدان ويستشهدون، وهذا يعني أن هناك إصرار على قضية وليس هناك تراجع عنها. في حين أن ما يحدث داخل الكيان
هو يعكس الفارق الكبير. يعني تقرير القناة 14 الإسرائيلية يقول أن مدينة حيفا وتل أبيب تكاد تكون خالية الشوارع، الحياة معطلة، و يعني الكيان الصهيوني يدفع ضرائب كبيرة جدا. الضيف الكريم ذكر 400 مليون دولار، لا هي أكثر من ذلك، لأن الجي دي بي أو الناتج القومي في الكيان الصهيوني هو أكثر من 320 مليار دولار، يعني بعبارة أدق أن يوميا ما يقارب المليار دولار، وهذا رقم كبير جدا على هذا الكيان. من هنا الموضوع الأساسي الآن هو ليس في حجم الإبادة. أمريكا في فيتنام قامت بإبادة 4.5 مليون شخص، ولكن اضطرت إلى الانسحاب. الموضوع هو يتركز على من يتحمل. المجتمع الإسرائيلي رأينا إلى أي مدى أستاذ حسين يستطيع الكيان أن يستمر بهذه الحرب وبعدوانه، ويعني هل هناك من الممكن أن نشهد وقف لإطلاق النار في حال رأت حكومة نتنياهو بأنه يعني وصلت إلى الرمق الأخير؟ شوف، الكيان الصهيوني الآن هو يمر بمرحلة خطيرة جدا. كل القنوات، كل الأجهزة الأمنية، كل الصحف هي تشير إلى أن نتنياهو يصر على الحرب لأسباب شخصية، والسبب الأساس هو لأنه إذا أوقف الحرب هذا الائتلاف الحاكم سيتفلش ونتنياهو سيذهب إلى المحاكمة. من هنا هو يحاول أن يهرب إلى الأمام بخلال استمرار بالحرب حتى لا يحاكم أو يؤخر المحاكمة قدر المستطاع. ولكن هل المجتمع يعني يستمر يماشي نتنياهو أو لا؟ هذا هو السؤال. رأينا المظاهرات قبل شهرين أو ثلاثة أنه نزل إلى الشارع أكثر من 1.5 مليون شخص، نعم، في تل أبيب وفي حيفا ضد سياسات نتنياهو، وهذا يعكس حقيقة أن هذا المجتمع لا يستطيع أن يستمر كثيرا. نعم، الآن هو يحاول من خلال البروباغندا، من خلال الإعلام يصور أن هناك إنجازات تحدث. استشهاد السنوار هو مسألة طبيعية. السنوار كان يقول نحن في كربلاء، إما النصر أو الشهادة، فموضوع استشهادي أمر طبيعي جدا. ولكن المجتمع الصهيوني إلى متى يستطيع أن يصمد؟ في تصوري أن المجتمع الصهيوني لا يمكن أن يستمر كثيرا، وأن هذا المجتمع يمكن خلال الأيام، يعني استمرار ضرب حيفا وضرب تل أبيب من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان سيجعل هذا المجتمع بشكل أو بآخر ينقلب على نتنياهو خلال الأسابيع القادمة. ممتاز أستاذ حسين، إذا تسمح لي أنتقل لفلسطين وأرحب بالناشط السياسي أستاذ عصري فياض. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك وأيضا بالمشاهدين الكرام. أهلا بجنابك أستاذ عصري. خليل الحية ذكر بأن أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرى حماس من المعتقلات. أسألك، إلى أين يتجه سيناريو المواجهة مع الكيان؟ أنا أعتقد أن سيناريو المواجهة يتجه نحو التصعيد على كل الجبهات في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وأيضا من دول المحور. هذا الاحتلال الذي لا زال يتوهم بعقلية نتنياهو وحكومته المتطرفة اليمينية، لا زال يتوهم أنه ممكن أن يصنع النصر، وهو في خضم المعركة وفي خضم الاستراتيجية التي وضعها لنفسه، خاصة حديثا حينما توجه إلى لبنان ويحاول أن ينجز بسرعة ما رفعه من شعار
على العكس ما يعني الفترة الزمنية الطويلة التي مرت على قطاع غزة، يحاول أن ينجز شعار عودة المستوطنين الإسرائيليين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة إلى الوسط نتيجة الضربات المقاومة اللبنانية. هو واهم وهو يتصرف بعقلية جنونية. هذه الاغتيالات هنا وهنا وهناك يحاول أن يجيرها انتصارا له، وهو لا يعلم أنها تجره من موقع إلى موقع، من مرحلة تصعيد إلى مرحلة تصعيد. هو لا يحتمل أن تقوم المقاومة في لبنان مثلا برفع التصعيد مستوى تصعيدها وإطلاق صواريخ والقيام بعمليات موجعة له أكثر على الحافة الشمالية لفلسطين المحتلة. نعم. فلذلك الاتجاه نحو كذلك قطاع غزة، استشهاد السنوار ومن قبله إسماعيل هنية ومن قبله القادة الآخرين وبقاء الاحتلال لهذه الفترة كلها الطويلة جعل من أصلا من عناصر المقاومة في قطاع غزة أن تعود عيد ترتيبها، وبالعكس وانضم إليها آلاف المقاتلين. ولذلك هو هذا المهم، الكيان الغاصب يعول كثيرا على اغتيال قادة المقاومة في يعني خلال هذه الفترة. أسألك كيف يؤثر استشهاد يحيى السنوار على أبناء المقاومة تحديدا، وأيضا على ملف الأسرى الذي يجعل الكثير من المستوطنين والإسرائيليين أن يعترضوا، ونراهم اليوم نرى هناك سخط كبير داخل إسرائيل على سياسة نتنياهو بهذا الموضوع. طبعا هذا ارتقاء الشهيد يحيى السنوار، القائد يحيى السنوار، من الطبيعي أن يدفع بالقلق إلى هذا الجمهور وخاصة أهل الأسرى. كانت هناك قيادة مركزية، قامت قيادة مركزية في المقاومة الفلسطينية، وهو كانت بقيادة المهندس سابع من أكتوبر يحيى السنوار. كان على اطلاع وهو يعلم بطبيعة الإنسان الإسرائيلي، حيث أنه أمضى سنوات طويلة قيد الاعتقال ويفهم. وهو بالمناسبة حينما كان يخضع للتحقيق في عام 2004 في أحد أقبية التحقيق، قال لضابط المخابرات الذي يحقق معه، قال له ستكون يوما من الأيام أنت وأسرتك عندي أسرى ورهائن لكي نفرج عن الأسرى. يعني هو كان في استراتيجيته يعلم أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطيني لا يقوم إلا بعملية القوة، وهي عملية التفاوض من خلال احتجاز رهائن أو احتجاز أسرى إسرائيليين، وهذا ما كان له في 7 أكتوبر. العقلية الإسرائيلية لا تحتمل بقاء رهائن أو أسرى إسرائيليين لسنوات أو لأكثر من سنة، لا يمكن أن تحتمل. حاول نتنياهو من خلال الهجوم على لبنان أن يغطي أيضا من أهدافه، أن يغطي على تصاعد نصف مليون أخبار، التصاعد الهبة الإسرائيلية ضده في الشوارع مطالب له بإنجاز اتفاق أسرى، وكذلك كان مطلب أمريكيا حتى يجير ذلك لصالح الانتخابات الأمريكية. الآن نتنياهو يحاول أن يموه في قضية الهجوم على لبنان، أن يحاول أن يبرد هذه الساحة، لكن الساحة رغم الصواريخ ورغم خطر الصواريخ القادم من محور المقاومة من جنوب لبنان، هذا الخطر رغم هذا الخطر يقوم المواطن الإسرائيلي بالخروج إلى الشوارع والتظاهر مطالبة بإنجاز اتفاق أسرى. إن استشهاد يحيى السنوار لم يكن لصالح إسرائيل في هذا الجانب، في جانب المفاوضات، بل على العكس ستخرج قيادة ربما تكون مخفية وغير ظاهرة، ولذلك سيصعب على الإسرائيليين وحتى على الوسطاء التواصل مع هذه القيادة الجديدة التي ستكون في ظل المعركة أشد تمسكا بالمواقف التي أخذتها، ولن تفرط بأسير واحد مهما كان حيا أو ميتا إلا بمقابل وبشروط التي وضعتها المقاومة. هو يعتبر أن استشهاد السنوار قد يؤدي إلى التعجيل في الإفراج عنه، وهذا وهم لن يصل إليه، لأن التجربة تقول بهذا الشكل. هناك 100 وأسير الآن، معظمهم أحياء وقسم منهم في عداد القتلى أو الموتى، لن يحصل على أي شيء إلا إذا رضخ لشروط المقاومة. وأنا أعتقد أن هذا الملف سيكبر، بمعنى أن سقوط الأسرى في جنوب لبنان وارد جدا، وهو يزداد فرصه لحظة بعد لحظة كلما توسع الاحتلال الإسرائيلي في الحافة الجنوبية للبنان. حينما كلما توسع على الحدود وحاول التوغل، فهو نتيجة الخسائر التي تحدث قريب جدا من أن تسقط عدد من الأسرى الإسرائيليين، وبذلك سيكون الملف أسرى في غزة وأسرى في جنوب لبنان وكذلك أسرى
احتجاز السفينة الإسرائيلية، لا ننكر ولا ننسى احتجاز السفينة الإسرائيلية الأولى التي تم أسرها من قبل الجيش اليمني والأخوة في أنصار الله. هذه كلها ستكون أداة ضغط على نتنياهو لكي ينجز صفقة تبادل الأسرى كما تريده المقاومة. وأنا أعتقد أن الجميع سيكون على 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 شرط واحد، ويحتقيق الإفراج عن كافة الأسرى. لم تكن ولن تكون اغتيال القيادات لصالح التسريع بفك أسر الجنود والمستوطنين الصهاينة الموجودين في قطاع غزة بكل شكل من الأشكال. إذا تسمح لي أستاذ حسين، المستوطنين اليوم يشعرون بقلق، هذا الأمر واضح جدا. يعني هناك من يرى أن هذا المكان أصبح غير آمن، لا له ولا لأسرته ولا لأحفاده حتى، لا من الجانب الأمني لا من الجانب الاقتصادي، والكثير منهم غادر إسرائيل متجها إلى أيضا أهالي الأسرى. أيضا هناك سخط كبير بعد مرور عام على فشلهم بإخراج الأسرى وعودتهم إلى أهاليهم. الكيان أيضا فشل باجتياح غزة، فشل في اجتياح جنوب لبنان بريا. هذا الفشل ونتنياهو بنفس الوقت يفتح جبهات واسعة رأنا، شلون ينعكس هذا الأمر على التفكك الداخلي داخل إسرائيل؟ نعم، قراءة للداخل الإسرائيلي كيان الصهيوني. نعم، أيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وجه ودعا المجتمع الصهيوني الإسرائيلي إلى عصيان مدني وإلى إرباك حالة الاقتصاد، حيث أن وصفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بأنه هو يضحي بالأسرى الصهاينة من أجل مكتسبات لحكومته، وأن يبعد عنه الشبهات، وهو يبعد عنه مثل ما نعرف أنه هو مطالب بالمثول أمام القضاء. نعم، الصهيوني الإسرائيلي لمحاكمته وغيره من هذه الأمور. ما هي المآلات اليوم لما نشوف الكيان المستوطنين في الكيان الصهيوني؟ هنالك هجرة عكسية، هذا إن دل على شيء، أن هنالك الجبهات المفتوحة لجبهات المقاومة الإسلامية في المواجهة مع الكيان الصهيوني آلة الحرب. دعنا أن نميزها ممكن بست أو خمس جبهات. هنالك الجبهة الضربات من اليمن من قبل الحوثيين. نعم، الجبهة العراقية، الجبهة اللبنانية، جبهة داخلية لكتائب القسام، جبهة ممكن سوريا، ولا ننسى الدعم الكامل، وتعتبر أيضا جبهة سادسة، دعم الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه الجبهات هم يدركون جيدا إن توحدت بضربة واحدة شاملة فسوف تكون هنالك ضربة كبيرة وموجعة للداخل الإسرائيلي للكيان الصهيوني. ضربات من لبنان وضربات من غزة. الضربات من جهة لبنان من شمال فلسطين المحتلة شلت من الناحية القطاع التعليمي شلل تام. هنالك المجتمع الإسرائيلي المستوطنين يمارسون حياتهم التعليمية والدراسة عبر الأونلاين. المستوطنين يقضون ليلهم في الأنفاق والملاجئ. نعم، إلى متى يستطيعون تحمل هذا الوضع وعدم الانقلاب يعني عن نتنياهو، وأيضا يتحدثون عن النزوح؟ نعم، هنالك شوارع الكيان الصهيوني أصبحت ثكنات عسكرية، حيث نصبت لهم أنابيب على شكل ملاجئ مؤقتة في الشارع. هذا إن دل على شيء، فشل منظومتهم العسكرية، فشل منظومتهم الأمنية. اليوم في مقتل في استشهاد يحيى السنوار، هم كانوا متفاجئين بوجود على خط الجبهة الشهيد يحيى السنوار وهو حاملا لسلاحه مشتبكا مع آلة الحرب الإسرائيلية الصهاينة. في المجمل المجتمع الكيان الصهيوني هو هنالك سخط شعبي كبير وواسع. أكثر من مرة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد، أيهود باراك رئيس الوزراء السابق، داخل حكومة الكيان الصهيوني حكومة نتنياهو، نعم، هنالك عدم توافق. دعني أن أقول لك من داخل الإعلام الإسرائيلي، القناة 14 الإسرائيلية وهي المقربة من بنيامين نتنياهو، بأكثر من مرة المحللين السياسيين اللي موجودين هنالك كانت تلميحات بوجود عدم توافق بين جالانت وزير الدفاع الكيان الصهيوني وبين رئيس الوزراء. هنالك عدم توافق،
هنالك يتسارع بنيامين نتنياهو حتى يكون ان يكون هو الاول بكونه رئيسا للوزراء وان يظهر لوسائل الاعلام ويبشر المجتمع ببشائر النصر. لا ننسى عوائل الأسرة الصهاينة، كانت هنالك صدمة وضربة موجعة وكبيرة عندما تفاجؤوا، كانت قوة إسرائيلية توصلت إلى مجموعة من الأسرى موجودين في معبر رفح، عفوا في منطقة رفح، أن بعد خلال 24 ساعة أو 48 ساعة عندما وصلوا إلى النقطة إلى الهدف تفاجؤوا بأن الأسرى الستة جميعهم هم ميتين مقتولين. كان هنالك سخط واسع وكبير. وعد المجتمع الإسرائيلي، وعد عوائل الأسرى بأن خلال مدة قصيرة 3 أو 4 أشهر. أين المشكلة؟ المشكلة بنيامين نتنياهو يحاول أن يكون على رأس السلطة وأن يكسب وقت أكبر لإبعاد عنه الشبهات ومحاكمة وذلك. هو وضع شروطا وبنود تعجيزية للتفاوض من أجل صفقة إطلاق سراح الأسرى الصهاينة. هو وضع هو نقاط. نتساءل عن لماذا وضع الشروط التعجيزية على الرغم من أن الكيان اليوم يعاني كثيرا من حرب الاستنزاف هذه. سيد العزيز، كانت هي واضحة بشكل رسمي، المعارضة السياسية، القيادات السياسية، الجبهة المعارضة لرئيس الوزراء نتنياهو وضح بشكل كبير أن نتنياهو يحاول أن يكسب وقت أكبر ببقائه بالسلطة حتى لا يمثل أمام القضاء. فهو مطالب أن يكون له مثول أمام القضاء بعدة تهم. جيد. أستاذ حسين، يعد يعني بعد فشل نتنياهو بالكثير من الأمور وهذا السخط، وما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام نتنياهو؟ هل يستطيع التراجع أم المضي قدما أم أن هناك يعني خيارات أخرى؟ يعني شوف، فيما يخص لبنان على سبيل المثال، هو أعلن أن المهجرين سيعودون إلى بيوتهم خلال 3 أسابيع. الآن هذه 3 أسابيع تكاد تنقضي، وهو ليس فقط لم يستطع أن يدفع هؤلاء للعودة، لا بل زاد على هؤلاء أكثر من 150,000 مهجر جديد لا يتحمل يعني صافرات الإنذار والذهاب إلى الملاجئ في حيفا أو شرقها أو شمالها إلى آخره. من هنا الآن هو لم يحل أزمة، هو خلق أزمة جديدة لنفسه. هذا أولا. ثانيا، رفع سقف الأهداف أنه يريد أن يحتل جنوب لبنان حتى الليطاني. الآن هو جاء ب3 فرق ولم تستطع، زاد عليها فرقة أصبحت 4 ولم يستطع، زاد عليها فرقة أخرى قبل أيام أصبحت 5 فرق، اليوم زاد على هذه ال5 فرق 4 ألوية خاصة إلى جانب هذه، ولا يستطيع التقدم في جنوب لبنان. يعني الفرقة هي لا تقل عن 10,000، والآن هذا العديد يعكس ما يقارب أو ما يزيد عن 60,000. شنو السبب أستاذ حسين؟ ليش نتنياهو عاجز؟ هو شوف، موضوع أولا قوة الرضوان أخذت درسا من حرب تموز 2006. كل الجنوب مفخخ ولا يستطيع الكيان الصهيوني وجيشه أن يتقدم. لحد الآن لم يستطع أن يتقدم لكيلومترات، نعم تقدم أمتار وعاد بسبب الخسائر، بسبب الكمائن، بسبب النار التي أكلت هؤلاء الجنود. من هنا نتنياهو هو تصور أنه سيحسم الأمر في لبنان، وقبل ذلك هو يتصور أنه حسم الأمر في غزة، من هنا هو يتحضر لمواجهة إيران، في حين أن الواقع هو لم يحسم في غزة ولن يستطيع أن يحسم في لبنان. من هنا أنا في تصوري، كيف أثرت فتح جبهة وإضافة فتح جبهة لبنان، كيف أثرت على مجريات الحرب؟ هذا ما أريد أن أصل للاستنتاج، أنه أصبح أسيرا للأسقف المرتفعة التي وضعها هو.
وضع أسقف لا يستطيع تحقيقها، من هنا هو الآن مأزوم. نعم هو ينتقل يعني من شجرة إلى شجرة لعله يغطي على عجزه في هذا الموضوع أو ذاك، من خلال أنه يقول أنه يريد أن يهاجم إيران. هو مهاجمة إيران أيضا تعتبر أكبر مغامرة هو يقوم بها. رأينا مئات الصواريخ أنه كيف كانت تسقط، وكل المنظومات التي أوجدها أنه لا حول ولا قوة لها أمام الصواريخ الفرد صوتية الإيرانية. إسرائيل مكشوفة أمام إيران، أي اعتداء على إيران سيؤدي إلى إرباك هذا المجتمع وهذا النظام بشكل كبير جدا، لأن إيران سترد هالمرة مو ب200 صاروخ، سترد بمئات الصواريخ. من هنا أتصور أن هذا الكيان الآن يعيش الأزمة حقيقة، ولكن هو استطاع من خلال بعض الصور أن والبروباغندا أنه يخلق يعني شكل من أشكال الإنجازات التي حققها إلى آخره، وأقنع جزء من المجتمع الصهيوني بذلك، في حين أن الواقع ليس كذلك. جيد أستاذ حسين، الخيارات المتاحة أمام الجمهورية الإسلامية للرد الآن مأزوم. هل هناك خيارات أخرى غير الرد العسكري، المياه الإقليمية وغيرها من الخيارات المتاحة تحدث؟ نعم يعني هناك، الطبيعي هناك خيارات. الآن حزب الله يعني في أي لحظة يمكن أن يضرب منصات الغاز. ضرب منصات الغاز يعني توقف الماكينة الصناعية والعسكرية وكل شيء، باعتبار أن إسرائيل تعتمد بشكل رئيسي على الغاز من هذه المنصات الموجودة في شرق المتوسط. من هنا يعني المقاومة لا زالت تمتلك خزين كبير من الأهداف، إذا ما بدأت به سيدخل نتنياهو في غيبوبة كبيرة وجنون غير مسبوق. نعم إذا تسمح لي أنتقل لأستاذ عصري. أستاذ عصري أسألك، أنه مهما كانت النتائج وأينما سارت الأمور، هناك حقيقة واحدة، أن هذه الرقعة الجغرافية المختصبة أصبحت مكان غير آمن بالنسبة للصهاينة والساكنين هناك، وغزة لا تزال عصية لغاية الآن، والفلسطينيين والمقاومة معتادة على إعطاء الشهداء ودفاعا عن أرضهم وعرضهم. أنا أسألك، مهما صارت الأمور، ما هو مستقبل هذه الرقعة الجغرافية المختصبة وتأثير هذه عليها؟ أنا اعتقادي أن أحد عوامل الاستراتيجية التي تساعد محور المقاومة على إنجازات، على التي تساند القضية الفلسطينية بصدق وبتضحيات عالية، هذا يدفع أو يساند أو يشد من عضد المقاومة الفلسطينية. اليوم حينما تقوم إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، بتوجيه الوعد الصادق واحد والوعد الصادق اثنين، هذا على في البعد الاستراتيجي يعني يرسخ قاعدة لدى الشباب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وحتى الشعب الفلسطيني والشعب العربي، أن هناك دولة صدقت ما أوعدت به دائما، وما رفعت من شعارات كانت مطابقة جدا لشعاراتها، أي أنها إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة، بدعم السلاح والدعم المالي والدعم العسكري المباشر. نعم. وهذا سيعطي المواطن أو الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية شحنة أمل، وتزداد قاعدة المقاومة ازدياد كبير، ولذلك لن يحقق الشعب الإسرائيلي. نحن كفلسطينيين نحن في قلب هذا العدو، ولذلك نحن قد نكون الساحة الأخطر على هذا العدو. أنا أعتقد أن هناك ساحات سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة. الآن حينما ألقت المقاومة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الصواريخ على قطاع غزة، لم يشاهد الإنسان فرحة التي كانت عند الغزيين الذين يشعرون بالظلم ويشعرون بأن الأمة قد تخلت عنهم، وجاءت من هي ستدافع عنهم وتقف إلى جانبهم. لذلك هناك أهداف وهناك يعني نتائج واضحة للعيان.
أن المحور المقاوم حينما يقف الشعب الفلسطيني بعدته وعاداته ويقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني ويقدم التضحيات والدم والدمار، هو يشعر الشعب الفلسطيني أن ثورتك وأن شعبك وأن قضيتك لا زالت حية وموجودة، وأن مساحة الاحتلال هذه التي تتكون في ضلع تقريبا في ثلاث نقاط. الضلع الأول هو حيفا إلى تل الربيع أو ما يسمى بتل أبيب ويافا وإلى القدس. التجمع الصهيوني في هذه المنطقة هو التجمع الأغلب من 6.5 مليون يهودي يغتصبون فلسطين. هذه المنطقة حينما تتلقى الضربات هي منطقة ضربت قلب المشروع الصهيوني الذي حاول بناؤه وتأمينه منذ 76 عام. لذلك الأمور في تصاعد، الوقت والزمن لا يعمل لصالح نتنياهو كما يتوهم، ويعمل لصالح محور المقاومة وصالح القضية الفلسطينية. سيصل المجتمع الإسرائيلي دائما انهيار المنزل أو انهيار البيت يبقى واقفا حتى تتجمع كل نقاط ضعفه وتكسراته ثم ينهار مرة واحدة. هكذا سيحدث مع المجتمع الإسرائيلي أو المجتمع الصهيوني، سينهار مرة واحدة ولكن بمجموع تلقى الضربات التي تلقاها سواء من الداخل أو من الخارج. أستاذ عاصم باختصار أريد تتحدث لي عن تأثير جبهات المقاومة الأخرى، الجبهة العراقية واليمنية وأهمها الجبهة اللبنانية، تأثيرها على مجريات الحرب. طبيعي، أنا أقول لك قبل قليل يعني قال ضيفك الكريم من إيران أن هناك حوالي 150 ألف إضافة إلى حوالي 100 ألف لاجئ قبلا، هؤلاء نزحوا من منطقة الشمال نتيجة إطلاق الصفارات وذهابهم إلى الملاجئ والمخابئ ولم يتحملوا فهربوا. فما بالك حينما تزداد هذه الوتيرة، كما قال سماحة السيد الشهيد الأقدس حسن نصر الله، سيكون هناك 2 مليون لاجئ سيهجرون منطقة الشمال مع الوقت إلى منطقة الوسط، وهذه أزمة لا يمكن أن يتحملها لا حكومة نتنياهو ولا حتى كل الحكومات ولا الحكومة الأمريكية. إذا نتائج هذه يعني السيف اللبناني الذي يضرب إلى جانب المقاومة الآن بالتدريج وهو يستخدم استراتيجية الصبر الاستراتيجي. أنا أعتقد أن المقاومة لغاية الآن في لبنان لم تستخدم إلا الحد الأدنى كما قال نائب الأمين العام، إلا الحد الأدنى من قوتها، وفي لأنها تعلم أن الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على السرعة، محاولة إنجاز أشياء سريعة خلال ثلاث أسابيع تريد أن تحقق الهدف، وهذا الأمر سيدخلها في الحائط. لن تستطيع أن تحقق، على العكس ستدفع ثمن غالي جدا وتخرج من أزمة إلى أزمة أكبر منها. لذلك ستدعى المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وحتى كما يظهر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الصهيوني المتطرف الذي يصفه بعض الكتاب بأنه تضابط أو يعني كتلة إسمنتية، هذه الكتلة الإسمنتية ستنهار تحت ضربات المقاومة. لذلك إسرائيل أمام أزمات اقتصادية، أنت لا تعلم مثلا للعلم بس الشمال هو مصدر السياحة الأولى في دولة الكيان. هذا المصدر اللي هو المصدر السياحي تدمر منذ حوالي عام منذ أن قامت المقاومة بفتح جبهة مستندة. كذلك الزراعة، أساس معظم الزراعة الإسرائيلية هي في منطقة الشمال وهذه معطلة. جيد. التعليم، التربية. جيد، إذا تسمح لي أستاذ عصري، إذا تسمح لي أستاذ حسين، أسألك لماذا يتمثل بنك الأهداف للكيان الصهيوني يتمثل بضرب غزة وجنوب لبنان وميناء الحديدة في اليمن؟ ليش هذه المناطق تحديدا؟ شنو تأثير هذه المناطق الاستراتيجية؟ نعم سيد العزيز، دعنا أن نبدأ من اليمن. اليمن على سبيل المثال هنالك الحوثيين موجودين، وهي عبارة عن نقطة مهمة تتمثل في المياه الأقليمية الدولية، هي الملاحة التجارية الرابطة بين آسيا ومرورا عبر الشرق الأوسط ومرورا حتى لأوروبا. نعم. فهذه المنطقة اللي موجودة من الصعب جدا أن غلقت مضيق باب المندب، والضربات الموجودة من قبل اليمنيين الحوثيين هنالك أيضا لديهم بنك من الأهداف، هم يستهدفون من يتعامل مع الكيان الصهيوني ويقدم له الدعم. فنشاهد بأغلب المناسبات والأحداث هنالك ضربات ليست على مستوى ناقلة كذا شيء منه تابع للكيان الصهيوني الإسرائيلي، لا، في بنك الأهداف الحوثيين بريطانيا أمريكا ومن يتحالف ومن يقدم الدعم
الكيان الصهيوني، فغلق مذيق باب المندب تعتبر هي نقطة استراتيجية مهمة. ومثل ما شاهدنا وفي بداية حديثي تكلمت، بعد جمع المعلومات والقراءة تحليليا وتفصيليا تبين أنه المنفذ الوحيد للتجارة والاقتصاد حاليا للكيان الصهيوني هو عبر تركيا فقط. حركة الاقتصاد داخل الكيان الصهيوني تمر بأزمة تفكك من الداخل، هذا الجانب اليمني. أرامكو هل هي ضمن بنك الأهداف بالنسبة للمقاومة الحوثيين؟ نعم من ضمن الأهداف، ولكن لحد هذه اللحظة الانشغال الأهم للحوثيين، انشغالهم الأهم هو تقديم الدعم والزخم بالضربات لمساندة كتائب القسام في غزة. جيد. مشاغلة العدو. جيد. إن صح القول نعم أرامكو تعتبر بنظر القيادة العسكرية لمحور المقاومة أنها هي هدف يتضمن بين قوسين مصالح أمريكية ومصالح تغذي إسرائيل أيضا، فتعتبر حالة حال القاعدة العسكرية اللي موجودة من غزة، من نقطة محور غزة. من محور غزة، غزة شيء لا أحد لم يتطرق له منذ عام أو أكثر منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى. هنالك حرب تريد إسرائيل الكيان الصهيوني تغيير خارطة العالم، تغيير خارطة الشرق الأوسط اقتصاديا وتجاريا، وهذا واضح من خلال الكلمة التي ألقاها في جمعية العمومية للأمم المتحدة. غير بنيامين نتنياهو، غير خارطة الشرق الأوسط لما أوصف محور الخير من هم ومحور الشر من هم. كانت هنالك مدلولات، عينه على غزة يضرب في غزة وعينه على البصرة ميناء الفاو الكبير، يريد أن يستهدف طريق الحرير، يريد أن يستهدف أن يغير الملاحة التجارية عبر إن شاء الله في السنوات القادمة طريق التنمية الاستراتيجي المهم الذي يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق. نعم. يريد أن يغير طريق الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر ومرورا بساحل غزة. لمن لا يعلم، غزة تطفو على بحر من الثروات، بحر من الغاز، وساحل غزة المطل على البحر الأبيض المتوسط يعتبر منفذ بحري مهم. وهذا الشيء تبعات آلة الحرب والعدوان من قبل إسرائيل على غزة خصوصا له تبعات، والنقطة الرئيسية والجوهرية والمفصلية عينهم على ساحل غزة، على ساحل غزة عينهم. يسأل سائل، إذن هي حرب وجود أما قيام دولة الكيان الصهيوني المزعومة أما إثبات وجود حق فلسطين؟ حرب وجود هي، ولكن هنالك نظرة أخرى شاملة. الكيان الصهيوني عينه اقتصاديا وتجاريا على ساحل غزة، إن كان يدري وإن كان لا يدري. جميع كل الاحترام والتقدير للمحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين من الجانب، من المنظور العسكري نعم يتحدثون، وهنالك المنظور الأهم والأساسي في معركتهم واعتداهم على غزة هي معركة اقتصادية، تغيير مسار التجارة، الملاحة البحرية تغييرها ومرورها عبر البحر الأحمر ومرورا من ساحل غزة، وتعتبر هذه النقطة مهمة. أيضا اليوم من خلال متابعتنا للإعلام الإسرائيلي الصهيوني، هنالك يحاولون هجرة لشمال قطاع غزة، والنية اللي موجودة ليبنون مستوطنات في شمال غزة من ضمنها الضفة الغربية وما شابه ذلك. هنالك توسعة للمستوطنات الموجودة. إذا سمح لي أستاذ حسين، جاوزنا على الوقت المخصص للحلقة. المحلل السياسي الأستاذ حسين طايا، أشكرك الجزيل الشكر، وأيضا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الأستاذ حسين ريفران، شكرا جزيلا لحضرتك، والناشط السياسي الأستاذ عصري فياض من فلسطين، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار. نتابع.
مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.